على اي حال لسه مكملين مع حضراتكم. والحقيقه دكتور مصطفى مدبولي انتقل بعد ذلك لمحافظه اسوان وتفقد عدد من المشروعات اللي بيتم تنفيذها ضمن المبادره الرئاسيه حياه كريمه، زي مشروع توسعات مدرسه السلام الابتدائيه ومشروع انشاء وحده طب الاسره ومجمع الخدمات الحكوميه بالوحده المحليه لقريه الكاجوج. وقال رئيس الوزراء للاهالي انه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتابع كل تفاصيل تنفيذ مشروعات حياه كريمه، وان المشروع القومي لتطوير الريف المصري يستهدف في المقام الأول تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وأن الدولة حريصة على إنجازه في أسرع وقت وعلى أكمل وجه.